ايه الجميل بتاعنا ماله؟ انت كويسه يا جميله؟ انا قابلت نادر على فكره. نادر بيحبك قوي يا جميله. قعد مع بعض وحكى لي كل حاجه. راجل ندمان بحبك قوي. اصله مش معقول هيعمل اللي بيعمله ده الا اذا كان بيحبك يعني. انت يا بابا اللي بتقول كده؟ انت اكتر واحد شفت اللي حصل لي، انت اكتر واحد بتكرهه اصلا. يا بنتي انا بكره اللي بيكرهك، انما اللي يحبك احطه في عينيا. ونادر حقيقي بيحبك، لا يمكن يعمل اللي هو عمله ده الا اذا كان بيحبك. وانت كمان بتحبيه على فكره، بس بتكبري. يمكن ما حبيتش غيره. انا خايفه ارجع اثق فيه تاني، يعني خايفه حبي ليه يخليني اضعف، وانا مش عايزه ابقى ضعيفه يا بابا. مين قال ان الحب ضعف يا بنتي؟ الحب ده منتهى القوة. أي حد يقدر يكره، لكن مش أي حد يقدر يحب. ونادر فعلا بيحبك. طب وأنا مش ضمني إنه مش هيخوني تاني؟ لا ما فيش أي ضمان. هيعمل لك إقرار في الشهر العقاري يعني ولا إيه؟ مفيش ضمان. الضمان هنا. اسألي قلبك، شوفي هيقول لك إيه، واللي يقول لك عليه قلبك اعمل إيه. وفي كل الأحوال يا روحي أنا جنبك ومعاكي، أي قرار هتاخديه هكون معاكي. يلا تصبح على خير وأحلام سعيدة، بس ما تكذبيش على نفسي كنت بتحلمي كمان يعني. نجوم رمضان معاك على واتشت، اشترك وما تخليش حاجة تفوتك.